يا ست بيك وسلام دقيقة يا ربي واحد والله والله اني جايب عفش واجد اصبر 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 والله شلون اطلع ما اعرف اطلع انا فكوا حبال عادي عاد طلعوا شنطكم اصبر اصبر والله اني اصبر اصبر يا الربع لا يطيح علينا شيء اصبر اصبر عاد فك فك شوي شوي صلوا على النبي دقيقة والله عن شنطة بهر هي انا في الروضة ويا اصحاب تكفى لابتبي لا يكون جاو شيء العزبة هذه اصبر متأكد قدمت بيت العزبة متأكد منه شوي شوي يا الربع وي وي انت عندك شيء امسك 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 هذي هذي يا ربع عون هنا بالله تكفون ليه استغفر ربك يا ولد طلعت بالدنيا في اكياس هنا طلعت بالدنيا يا ربع كبيت العشان وش الشنطة يا ربع انا شنطتين وياك والله مثل بنزل كل شنطة وين تطلع شنطة والله النخيرة يا رب البيت امسك ترى مين بشنطتي بس اصبر ابغى اقول لك امسك وايد نزل نزل امسك امسك انتبهوا على اغراض الشباب بس لا تخربون شوي شوي عيال خاف في شيء يتكسر هذا تقول شنطة خدامة يا ولد شنطة لا من شنطتي كني خدامة استغفر الله يا رب تقول شنطة خدامة يا ولد هذه هذه ها ايه ايه شوف ما ادري انا ابقى عفشي بالله يا شو اسمك ها شلون سكرتها جلست عليها وسكرتها صح مو شنطتي اي نزل نزل اطلع شنط كلها انا نزلك انت انت بالله اغراض الشباب والله قاعد شيلها شوي شوي اغراض الشباب شوي شوي بس باقي كيس عليها امانه واجد الله يوفقك لا لا شنطة صغيرة والله لا تنسونهم ونبي نتابعهم ونبي ننبسط معهم ونبي نصوت لهم والله لا صوت واحد واحد لا خلاص لقيت شنطة اخلصوا علينا تقول لا تفادني هذا شنطة طيب يلا ايه ودايما سكربت له لا تفادني وانا ماني بطيب لا شوي شوي ربع عونونا بالله وشو شوي على شنطة اصبر اصبر تعال تعال جوز باقي كيس جوز اصبر والله ما شاء الله الشباب كأنهم مهاجرين انا ادور لي كيس ما ادري وين انت اللي طلع نزلت اغراضك لا باقي لك حي لا ادور شنطتك لا شنطتي خلاص بالله تكفى لا انا باقي الشباب الله وجهه حرام اغراضهم هم دنياهم عاد هم احنا نزلناها لهم هم ياخذونها الزله بيض الله وجهنا والله ما قصرنا بدا سوينا عليهم التعب شو والله شنطهم كأنهم رايحين ما هم راجعين استغفر الله مهاجرين الله يحفظ والله يا كبر الشنط دايم اصبر 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 نطلع سوا تكفى نطلع سوا تكفى انت ما صدقت على الله تطلع ولا وشو انا لقيت شنطتي بس بتاكد من عفشي هو نفسه ولا لا ودايم مع السلامه والله شنطتك كبيره ما بالكاميرا تشوف اغراضي اصبر ثياب والله اكثر ثياب ما في فيديو في اغراضي ناقصه في بس اكثر في لي اغراض بعد وينها شو تدور انت اغراضي ناقصه ما تعرف اغراضك اغراضي ناقصه ناسي شكل شنطتك لا انا جايب اربع يا حرام والله كان ضامن يا قاعد اخلص حصل خير يلا يا وليدي يلا يلا اهلك اهل قبل يوم انه وغداني يلا يلا اهلك يلا يلا ازل اهلك اقسم بالله العظيم لعل خلال الثلاث شهور هذه يصير لك شيء يغير حياتك 180 درجة زبدة بقي لي اغراض انا راوي بقي لي تذكرة يا خوي الجنب لا عاد تلحقني ملام وانت ما تدري عن اللي
الخافة يا بين حد ما ضلوع لها مقام أكبر من انطلع تجمعنا على العز والطاعة وانتفرقنا بجوج الله وساق من يحط عشام درجة طق حجاج كبر يجيد يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هلا بالدواد بكله اسمع حياك الله بالدواد خلاص الله يطول عمرك يطول عمرك هلا ابو جعب يا حرام اللي ما يدفع يا بعد الله يوفقك انا صرت وانت سولف اي والله خل ابو سالم ابي شاهي تكفى ابي شاهي ابي شاهي ضروري يا حلبون صراحة لأن الله يسهل درامي على كل عدت الغمزات غمزات والله ما سويتها في مستشفى تكلم هلا بالعبد الروح يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يوفقك اللهم امين دقيقة هلا دكتور هلا بالروم بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق الله يطول عمرك والله انك تجيب اي والله الله يستر عليك يا شباب والله ابدعت والله ان عندك صوت والله ان عندك صوت فنسمع مره فنسمع مره الله يكرمك انت بعد الله يطول عمرك واصل العلاج من هذا من السعوديه يا شباب الله يطول خلاص ابد انت محتاج انزين صار يا شباب شباب اللي طلعوا فلاح انت تشوف سالم عط الله الله يوفقكم فارس كنت حيكم يا ريجي فهد كنعان وسعود معلا شباب معي حم افضل منكم الله يطول عمرك ولا حن بالجمهور قابلنا اكثر منكم ولا حن باكرم منكم ولا حن بالشيخ منكم ولا حن باحسن منكم في شيء هي حسبه عند القناه وعند البرنامج تصويت لجنه خصومات غيرها ولا ما غلبناكم بشيء ولا راح نغلبكم او ايوه الان يا شباب انتم اللي طلعتوا ترى ما انتهى المطاف ما في شك قدامك طريقين انت صار لك عندك قاعده يا ابو معلى شوي انت صار عندك قاعده قدامك طريقين تروح تقعد في بيتكم منكسر او انك تكمل طريقك الى طال عمرك اخواني بدالي فانا ماني منكسر والله اني اقول وانا صالح والله العظيم انه مما يسعدني اني اشوفكم والله اني صادق اي والله اني صادق وان نجحتوا وقدمتوا نسخه ناجحه والله انكم جملين كلنا لانه مسجل عندي انا اني انا مشارك في سكريبت مع زحول الرجال اللي مثلك والله اني اقول صادق والله انكم نجوم ما عليك الله يرفع قدرك واثناء تواجدكم واثناء خروجكم انا اليوم اقول المشاعر قسمين سعيده ليسعد بقى نبي نلعب قبل ما ابى اقول لك شيء والله انكم سعيدين يومكم تطلعون لاهلكم ابو عبد الله انتم تعرفون اسمع تبرون فيهم اعرفوا انها اعرفوا انها خيره قدمها الله لكم عز وجل وانها بدايه انطلاقه وانها نجوميتكم من اليوم باذن اللي ما تنام عليه لكم اخوان وخشرت كل سلم صلاتوا على النبي اسلم اول شيء باذن الله واجهتكم ما واجهنا الا الطيف والشيء الثاني والله العظيم من البرنامج ذا ان مكسب معرفتكم كل ابوكم والله انكم كل ابوكم ونعم ولا فيكم قصور والحصل من سعود معلا نقص ولا شيء فالعذر من الله ثم منكم وهذا والله اللي اقدر اقوله لو تقلل سالم ابشر انا خشم يشهد الله علي اللي يزيد مطرها على لسانك اقسم برب العباد انه خيره ويا ربي لك الحمد اي والله العظيم وانا انزلت دمعتي مشوين انزلت اني بفارقه وجهه طيب يشهد الله علي ولا لا نزلان ولا شيء أنا بشتاق لكم واحد أبشر بفقدكم واحد عبد الله دخلنا هالبرنامج سوى أمر الله أنه اصطفانا أنه نخرج حسبة إدارة وحسبة قناة وصدقوني أنه وعدنا بعد 90 يوم وبنتقابل وبنشوفكم مرة ثانية بإذن الله سلمة بسيطة أنا أول ما دخلت في الدخولية قلت كل التوفيق لي ولزملائي الله يطوله اي والله ويشهد الله اني كسبت رجال هذا اول شيء الشيء الثاني
الطموح ما يتوقف أبد. وهذه كلمتي للناس، أنا كنت شايل هم إن في ناس يطلعون ويحزنون، أكون معكم صريح أقسم بالله، يمكن قلتها كذا واحد معي، قلتهم يا ري جيل قلت يا ري جيل أنا أشيل هم اللي بيطلع ويحزن. اللهم لك الحمد الأمور طيبة، وإذا طلعنا صدقوني وتذكروها بإذن الواحد الأحد إني بجي ضيف في برامج جاية بإذن الله. الأمور طيبة، شدوا حيلكم يا اللي طلعتوا وموفقين، وشدوا حيلكم انتم، ترانا كلنا نتابعكم برا. الله يطول عمرك. والله ما هو بقصور في احد، لكن الله يوفقك ابو محمد. الله يطول عمرك. وتراني انا ما اقدر اتكلم، والله يطول لي عمرك. اول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، واللهم لك الحمد على التمام. ما انا من البارح اردد انا للامانه ما دخلت مع الشباب وما يبي يقول بس اوضح للجمهور قالوا عبد الله متاخر من البارح. انا والله ما حبيت ما انا داري لا بجيك انا بجيك. فدخلت مع بعض الشباب خايف اني اخسر احد بدري، فالحمد لله انا طلعت اليوم كاسب لي 29 رجال، 29 نجم، 29 شيخ، 29 والله الكلام خلص. اخوان اسلم اسلم والله انكم اخوان. انا طلعت متسابق وبطلع جمهور لكم داعم لكم. الله يطول عمرك. وانتم رياجيل تكلم وعلومكم غانمه والله يوفقكم التوفيق الحسن. شغال المايك شغال انت يا جماعه عددكم يا شباب تكبر سعود أول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد إذا رضيت، ولك على كل حال. الكلام قد اختصرته وقد قلته. الله يوفقكم التوفيق الحسن، والله يسر أموركم، وترى حنا داعمين لكم وودعناكم الله يرضى. أول شيء بيض الله وجيكم، كل علم زين وخوة وعلم طيب. فما يوم طلعت ترى ما خسرتوا، هذا بداية. وحنا طال عمرك لا طلع منا واحد بيشوف نجاح خويه اللي طلع، ما نبي طال عمرك نجي لما أحسن. ما في شيء ما في يعني علمكم ترى بنفك على حماده زين. لا يطلع احمد رحيم الاسبوع الجاي ويحصلك ما سويتوا شيء. يا ويلكم ولا الاسبوع الجاي يطلع ما قاكم اللي لكم وبيض الله وجيهكم. سناب عموم كل خمس جمعه مداخله بسيطه الله يطول اعمارك. هالحين انت ويا اللي طلعتوا وحنا اللي بقينا، لو ان الامر في دين امهاتنا اللي الله يطول اعمارهن الله يطول اعمار الحياه منهن والاموات منهن، لو ان الامر بيدينهن وفيه باب فيها الخير وباب فيها الشر، وين تهاق امك تحطك فيه؟ فالخير فالخير اكيد. فشلون ربي يلي يرحمنا لهم مليون مره. نعم ادر ان ربي كتب لك الطلوع من البرنامج والله انه خير لك سواء قعدت ولا طلعت. ولا اقصوها الربع والله ان شاء الله يوفقنا وياكم ويطول اعماركم. معك كلمتين اثنتين واطرق. السلام يا ابو مدعف، صلوا على النبي طالبكم طالبه. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا رجل، قول اللهم صل على محمد. يا رب احنا كلنا يا 30 رجال هنا او ال 24 كلنا مكملين بعض. انا من هنا اتكلم عن اخوياي وان شاء الله انهم راضين. جروبات دعمنا كل واحد فيكم اظهروا لكم ست نجوم، انا نجوم، انا اتمنى منكم ان كلهم يستاهلون الدعم والنشر والوقفه معهم. هي سويتوها معكم كلكم سويناها معنا. الله يستر امورك يا ساتر. لا يا علا كم في صدر كلم اشتري الشيوخ كلكم ان شاء الله يا الربع. عبد الله خلنا نروح لاهلي يا حبيبي يا اخي. كريمة يا حبيبي لا توك الله يلا مع السلامة. السلام يا راح يلا الله بريالتي الدنيا الحلوة. اوه زلم معك زلم معك والله انت والله عند الموضوع معك. لا معلش عادي يا عبود نشوفكم بلوان. باقي لي كيس جبه وانا باقي لي ثلاث اكياس وشنطه. وينها اطراتي من الدوسري.
والله العظيم الحمد لله ابشر والله بسعد علي حرام اذا تكلم امين يا حبيبي طريق الرجعه الحين اقسم بالله لا اسويها روح يا اخي خلاص وش تبي ماني براي ماني براي يعني عشان صرت الحين صرت متساء قدامك الهجوميه قدامك كم واحد جيبهم لي وين يا ولد بكلمهم ابي كلمت ارسل فريق ترك روقي ارسل فريق دعمه من انا ما انا مالي من يصور السنابات ويوم جاء النهايه يقصها لما نزلتها خلي الروق يا اخي جيب لي الروق شدوا حيلكم شدوا حيلكم موفقين يا رجال خليني مسعود الغور يا مسعود زي الشاهل العيال الله الله بالشبة يا ماحي شد حيلك شب كل يوم Dayman zikrim talafla, dayman zikrim talafla.